هيكون منطقي جدا لو قلت او حللت يعني سبب رد فعل جماهير النادي الاهلي على اداء ونتيجه المباراه امبارح بالتوقيت. ليه التوقيت؟ لانه الجمهور كان فاتح صفحه جديده، يعني هو قفل الصفحه اللي فاتت بحلوها بمرها ببطولاتها بفرحتها بحتى اخفاقاتها، وفتح صفحه جديده منتظر فيها يبتدي موسم جديد بشكل قوي. من الوارد ان يحصل لك مطب صناعي، يعني تبقى ماشي كويس جدا وتيجي في مباراه تروح منك كده او تيجي منك كده فالجمهور بيعديها. حصلت معانا قبل كده، يعني مثلا على سبيل المثال ماتش سيمبا في دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت برضو كان في نص الموسم، بس الاهلي كان عامل ماتشات حلوه في افريقيا والى اخره، فالدنيا يعني ما وقفناش عندها، لكن في بدايه موسم بتهيألي دي اثرت وخلت الناس تقول اكيد في حاجه غلط فني مرتبط بخطه وتكتيك وتشكيل، ولا بدني بنعاني من اجهاد التلاحم المواسم، او لسه الفورمه ما بقتش في احسن حالاتها عشان بنبتدي موسم جديد، ولا نفسي مرتبط بالحاله المعنويه للعيبه، مرتبط بايجاد الحافز، مرتبط بروح الفانيلا الحمراء زي ما بنتكلم عليها. مهم جدا نعرف ليه عشان نعرف نصلح ازاي ونعالج ازاي ونكمل ازاي، وده هيكون محور كلامي مع ضيوفنا النهارده نجوم النادي الاهلي كابتن احمد رضوان وكابتن احمد عبد الفتاح، بيشرفونا النهارده في سادسة. مساء الخير يا كابتن. كابتن احمد مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا ابو حميد. مساء النور. مبسوط طبعا اني موجود معاكم النهارده كابتن احمد. منورين الدنيا. منورين الدنيا. هبتدي من ماتش امبارح. الناس كتير جدا زعلانه، صحيح النتيجه مش والظروف اللي كانت مع الفريق متاخده في الاعتبار، الفرقه مسافره ناقصه فرقه كامله، يعني حاجات كتيره جدا ممكن تبقى منطقيه، لكن في النهايه الناس مش راضيه عن الظهور الاول للنادي الاهلي في الموسم الجديد. رايك ايه يا كابتن احمد؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. هي الفكره طبعا بدايه موسم طبيعي بيبقى فيه مشاكل في الفرقه، بيبقى لسه فيش تجانس، هي بس زي ما حضرتك اتكلمت ان رد فعل خساره الدوري وخساره السوبر انا مش حاسسها من اللعيبه. هي دي اللي مزعله الناس كلها يمكن شويه. يعني الاهلي لما بيخسر بطوله احنا الموضوع كان بيبقى في روح اعلى من كده، رد فعل اللعيبه حتى يعني غير بقى بعيد عن الجهاز شويه، ان الموضوع رد فعل اللعيبه مش عارف ليه ضعيف، مش حاسسهم ان هم خسروا حاجه، يعني الموضوع بالنسبه لهم ان الدوري عادي ما راحش ولا الكاس، فدي اللي انا مستغربها شويه. الحاجه الثانيه مش عارف الشغل على الماتش ده، اظن ان هو كنا محتاجين نلعب ماتشات وديه اكتر من كده شويه، يبقى في تجانس شويه، يمكن دي انا حاسسها اكتر حاجه. اللعيبه اللي لعبت مع بعض دي هي نفس اللعيبه اللي كانت بتلعب مع بعض بقى لها يعني موسم كامل يا كابتن احمد. معاك، احنا بس السنه اللي فاتت كان في يمكن ضغطه كبيره جدا، وكان موسم يمكن مش الموسم اللي فات واللي قبليه كمان، اللعيبه تاخد راحه بس لما تيجي تعد لموسم برضو لازم تعدها بماتشات وديه عشان تقدر تروح في حته كويسه، لان انت حضرتك بتشتغل في الحته الفنيه. الحته الفنيه دي متقسمه لشغل كتير جدا، معاك الكوره مش معاك الكوره، ولحظه فقد الكوره بتعمل فيها ايه، وكور ثابته، حاجات كتير قوي بتاخد وقت طويل جدا، فانت لو ما اشتغلتش عليها في التدريب وبعد كده طبقتها في ماتشات وديه التجانس ده مش هتلاقيها، هتلاقي اللي حصل امبارح يعني. فدي اللي تتاخد ان شويه واضح ان ماتش واحد بس ودي اللي تلعب، ما اظنش ان ده كان كافي ان الصوره تطلع افضل من كده يعني. الحاجة التانية اللي برضو مش عايزين يعني نقصوا عليهم بصراحة، الملعب برضو أنا كنت شايفه سيء شوية، لكن هي فكرة على فكرة الملعب اللي احنا لعبنا عليه امبارح ده أفضل بكتير جدا من الملعب اللي احنا واجهنا فيه سوني داب بطل النيجر برضو. أنا لسه كنت في بداية العشرة أنا لسه كنت أكمل حتى، بس مع الجودة الضعيفة بتاعت الفرق التانية لما كانوا بيبدأوا من تحت كانوا بيطلعوا يوصلوا لك لغاية الجول، لكن فكرة برضو الاستحواذ شويه كان بعيد شويه عننا، ودي مش حاجه يعني الطبيعي بيبقى الاهلي على طول مع الاستحواذ معاك حلول كتير جدا، فان شاء الله الماتشات الجايه يبقى في تجانس اكتر من كده وفي اداء ان شاء الله احسن. انا هتكلم معاك في اللي جاي وايه المطلوب من وجهه نظر كابتن احمد رضوان، عشان احنا مش بس بنتكلم على دور ال 32 في افريقيا، احنا بنتكلم على بدايه موسم مفترض انه الاهلي يعني جاهز فيه انه يفترس اي حد، وده هيكون سؤال كابتن احمد عبد الفتاح. بقى في شعور عند 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 كتير من جمهور النادي الاهلي ان احنا بندي فرصه للفرق تتجرأ علينا، يعني ايا كان مستواها ماتشات ممكن تبقى سهله من وجهه نظر الجمهور قوي، فتلاقي الفريق اللي بيلعب معاك ند للند، انك انت تبقى متقدم حتى ولو ما بتقدمش احسن اداء في الدنيا، بس تبقى متقدم والمباراه تحت ايدك وتروح منك في الدقائق الاخيره، دي برده حاجات قلقه الناس ومضايقاها كابتن احمد.
بص يا محمد، هو يعني انت برضو عايز اقول لك ان المشجع الاهلاوي ذكي، المشجع الاهلاوي برضو بيفهم وعنده من الموسم اللي فات في خلفيات حصلت، بيحصل نفس السيناريو السنه دي. انت عارف احنا خسرنا الدوري السنه دي بنفس السيناريو بتاع مباراه امبارح، ماتشات كتيره جدا لو احنا المتفوقين وانت بادئ المباراه بدايه جيده جدا والتفوق ليك وجايب هدف والماتش ما فيهوش مشكله خالص، وتيجي تحس بقى انت تدخل الفرقه في المباراه، الفرقه ترجع يحصل تعادل. الدوري الموسم اللي فات خسرت حوالي 12 او 15 بونت بالشكل ده، كلها تعادلات بالشكل كده، بتكون انت متفوق، مش بتكون البدايه مثلا انت خسران وترجع للمباراه فتبقى مبسوط ان انت رجعت للمباراه، لا انت بتبقى كسبان وبتفرط في المكسب، وده خسرتنا بطوله الدوري. رجعنا بعد كده بطوله الكاس، بطوله السوبر، خسرت السوبر. البطولتين دول برضو خلت المشجع الاهلاوي مفيش ثقه شويه في مع الفرقه، قلقاه شويه، في ردود افعال قويه جدا مع تمديد عقد مستر موسيماني وكلام كتير في العقد بتاعه، هيقعد هيمشي، في حاجات كتير، في كلام كتير في وسط الفرقه. بدايه المباراه امبارح الحاجات دي أكيد بتاثر، اكيد اكيد طبعا، اكيد طبعا بتاثر اولا على الجهاز الفني او مستر موسيماني نفسه وعلى الفرقه وشكل الفرقه. بدايه كل ده كان في الاعلام بس يا كابتن احمد، يعني بص كل ده بص الموقف اللي حصل في نهايه الموسم، خساره السوبر والخصم اللي حصل هزت مستر موسيماني شويه. انا حاسس ان اداره النادي الاهلي حبت تديله الثقه، بدات تكلمه في تجديد العقد من دلوقتي مع ان الموسم لسه طويل ولسه في سنه في عقده، فحبت تديله الثقه، لا احنا ايه ده موقف حصل لكن يعني احنا متمسكين بيك، لا احنا عندنا ثقه فيك، وانت راجل واخد بطولتين افريقيا وحاجه ما شاء الله، يعني حاجه نتمنى ان تبقى الثالثه السنه دي، تبقى حاجه كبيره جدا لفرقه النادي الاهلي. فحبت تديله الثقه دي، حبت تديله لا انت معانا، يعني لا ما تفكرش ان احنا بنفكر ان هي دي النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن الخطيب بيحب يدي الاستقرار للجهاز الفني وكل اللعيبه. فهو ده اللي حصل قبل المباراه، وبدات فعلا وانت نزلت المباراه، على فكره المباراه كانت سهله جدا، بس المشكله ان النتيجه او الهدف اللي انت احرزته في الاول هي اللي وصل الفرقه بالشكل كده. خلاص انت جبت جون وحسيت ان الفرقه سهله هتكسب اي وقت، اللعيبه في المباراه حصل فيها شويه ثقه زايده، يعني من وجهه نظرك كابتن بالظبط ثقه زايده، حسوا ان الفرقه سهله، حسوا انه هيكسبوا اي وقت، لان بعد الهدف كمان وصلت كوره واديني انفرادات، لكن انت اللي دخلت الفرقه المباراه، دخل فيك هدف، وقبل الهدف كمان كان في اخطاء دفاعيه غريبه جدا وانفرادات، لكن برضو كنت في المباراة. احنا مش بنتكلم برضو ان النتيجة ايجابية، 1-1 دي نتيجة ايجابية. انا قلت الناس مش متضايقة من النتيجة، لا مش النتيجة خالص، لا لا الناس بتتكلم على الاداء، بس هتكلم على الاداء. الاداء برضو عندك عوامل كتيرة بتوصلك للاداء، ايه هي؟ انت لسه في بداية موسم، لسه تشكيل ما وصلتش، تلعب بمجموعة 80% من المجموعة اللي موجودة من السنة اللي فاتت، بس طريقة لعب مختلفة بعدم وجود قفشة مثلا، تلعب بطريقة 3 ديفندرات، دي الطريقه اللي بتلعب بيها النادي الاهلي. انت لعبت الترجي بنفس التشكيل ده، هو ده اللي بتكلم، ده الطريقه اللي انت بتلعب بيها في افريقيا، ولعبت مع الترجي في ارضه وملعبه وعملت ماتش ولا اروع اداء ونتيجه، وهو ده الطريقه اللي عملها في الدقيقه 70 لما نزل بدر بنون وحدف ايمن اشرف في الجنب الشمال وطلع علي معلول. دي الطريقه اللي هو مستحبه ليه، وهو يعني برضو مستر موسيماني، هو انا كمدير فني بحط السيناريو للمباراه، لكن في ساعات بتبقى متغيرات، وانا كسبان انا خسران، كل مدير فني بيحط السيناريو هو، لكن هو مستر موسيماني من المديرين الفنيين اللي ما بيغيروش السيناريو بالنسبه له باي نتيجه، ملوش دعوه الفرقه قدامه تلعب ازاي، هو كان محضر التغييرات، كسبان خسران متعادل كان محضر الاسلوب ده يلعب بالشكل ده. حتى كمان لما دخل فينا جون كان مصمم ينزل بدر بنون ويخلي ايمن اشرف ويدي معلول حريه يشتغل في الجنب مكان طاهر محمد طاهر، فهو ده الشغل الفني اللي هو كان محضره، بيجرب كذا طريقه مش عشان الماتش ده، لا هو بيبص لقدام، هو برده عنده ثقه ان الفرقه دي مش هي اللي هتعطل النادي الاهلي، لكن فعلا شكل الفرقه ما كانش كويس. ما يطمنش. من وجهه نظر كابتن احمد رضوان، يعني ايه الحاجات اللي انت شايف انها لابد انه يحصل شغل عليها عشان صح مسار؟ يعني مش عايز اكون قاسي جدا على اللاعبين او على الجهاز الفني، ومدرك تماما انه في ظروف صحيح ممكن تبقى واقفه، لكن الجمهور في النهايه مش السيزون ده بالذات، يعني ممكن لما حصل خساره الدوري، على فكره عمري ما خسرت دوري
يعني بتكلم عن جمهور ان كان ليا ان انا اتكلم، عمري ما خسرت دوري وما كنت زعلان زي الموسم اللي فات. الدنيا عدت لانه واخد رصيد، في رصيد وفي ظروف بره ايدينا، يعني في حاجات من بره ايدينا خلتنا نوصل للنتيجه دي. فمعظم الجماهير كانت قابله ده، لكن بتهيألي ان الظروف دي مش هتاكل مع الناس السنه دي. لا خلاص مش هيس، يعني الموضوع مش لو عدى السنه دي بنفس الطريقه بتاعت الفتره الاربع خمس شهور الاخر، لا طبعا الموضوع مش هيبقى ظريف خالص. هي الفكره لو احنا جينا قسمنا بس الخطوط بتاعتنا، احنا عندنا احسن جون في افريقيا. ايوه ما عندناش مشكله خالص. عندك فرقتين يا كابتن احمد، عندك فرقتين لو نزلت بيهم في افريقيا نفس. بس استاذن حضرتك انا مش عايز اقصو على حد بصراحه. أيوة. بس لما بدري بنون ما بيبقاش موجود انت خروجك بالكره بيبقى صعب، عشان بس نبقى نبص حتى امبارح على الشغل وبدري موجود في الملعب الموضوع بيبقى مختلف خالص مع بدري. تمام. ده ركن اساسي في خط في الحته اللي تحت، لو هو موجود الدنيا بتبقى سهله جدا وخروج الكره بيبقى سلس ومعاك الاستحواذ على طول. لان انت ما بتخرجش بطويل، انت بتخرج على الارض وبتقدر تطلع. بدر عنده الحته دي هايله فيها بصراحه. ايوه عندك مشكله اللي بعد كده عدم وجود قفشه. بالظبط. واحنا اتكلمنا من السنه اللي فاتت بنقول ان احنا لازم قفشه مش موجوده يا جماعه، لازم حد وراه. خصوصا لما انت بتيجي بتغير الطريقه وبتلعب بثلاثه فلات في نص الملعب، انت ما عندكش الاثنين اللي بيلعبوا 8 وبيوصلوا للجون. يعني حضرتك لو جيت بصيت كده على الارقام بتاعت امبارح، حضرتك بتتكلم على سكواد السيزون اللي فات، مش سكواد مش بالتدعيمات الجديده. ما انا جاي على التدعيمات برضه. بس انا اتكلم، بس انا بتكلم على لو بصيت حضرتك على السوليه ده بيلعب المفروض امبارح بيلعب 8 وديانج بيلعب 8 وتحتيهم حمدي. المفروض الاثنين دول بيوصلوا للجون كتير جدا. لو حضرتك بصيت كده هتلاقي ديانج استلم الكره في ال 18 بتاع الخصم في 90 دقيقة هتلاقيها مرة واحدة، مش هتلاقيها مرتين. وده حاجة خطرة جدا. دول الناس اللي المفروض هيروحوا يجيبوا جوان. فالاثنين اللي المفروض اللي بيوصلوك للجون دول ما بيخشوش 18. فأنت بداية مش قادر تبدأ صح، تطلع كرة في نص الملعب عدم وجود قفشة عامل لك قلق، فلازم كان يبقى في حد ورا قفشة في التدعيمات. الحاجة بقى الخطرة جدا واللي لسه لغاية دلوقتي لسه مش قادرين نحققها، الاثنين الوينج بتاعك او الطرفين بتوعك اللي فوق. أيوة. انا اتكلمت يمكن مع حضرتك في الموضوع ده قبل كده، احنا محتاجين زيزو والراجل الثاني بتاع الزمالك ده، عايزين النوعيه دي. ايوه ما هو المفروض السنه دي انت يعني انت مبدئيا عندك يعني الشحات، طاهر، كهربا كاسماء مفترض ان ثلاث لعيبه عيار تقيل. دخلت عليهم بيرسي تاو، دخلت عليهم ميكسوني كمان عنده ميزه الراجل اللي انا اتفرجت يعني عليه. يعني خمسه بيتنافسوا على مركزين، وممكن بالزبط. احط معاهم احمد عبد القادر على فكره كمان، وممكن عمار يلعبها، وصلاح محسن طبعا. وصلاح على الحقيقه عامل سيزون اللي فات ولا اروع يعني. طيب. فانت بتتكلم على سبع ثمان لعيبه كلهم الحقيقه عندهم مقاومات يبقوا جناح نادي اهلي. أكيد. بيتنافسوا على مركزين. ميكسوني ده انا اتفرجت عليه في اوقات كتير جدا كان بيلعب من جوه. يعني يقدر يلعب الحته بتاعت قفشه دي لو قفشه مش موجوده، عشان وبيرسي تاو ممكن يلعب 10 برضه ممكن، لكن التاني ده افضل كمان في الاختراقات وفي الشوتينج وفي الحاجات دي. لكن هي الفكره انت لعبت ماتشات وديه وصلت التيم بتاعك اللي انت هتشتغل عليه طول السنه. لا ما هي دي الفكره، انت لعبت مع غابه، معلش انا اسف طبعا، فرقه يعني متواضعه جدا، لازم كنت تلعب على الاقل قبل الماتش ده لعب لك 3 4 ماتشات وديين ومع دوري ممتاز عشان تقدر تقيس اللعيبه وتقيس الناس. ايوه ما عملتش ده، انت ما عملتش ده. فاظن هو ده اللي عامل لك لازم الفتره الجايه دي يلحقوا الجهاز يعملوا الكلام دوت ويلعبوا الماتشات. انت عندك افريقيا وراها 3 ماتشات دوري، وراها معسكر منتخب، وراها 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 مشكله التخمه يعني حاجة مش هتلحق يعني. انت عندك ترمش. عدد انت عندك عدد من اللعيبه، العدد ده عدد كبير مش عدد صغير طبعا. يعني انت لو انت ممكن تلعب النهارده ماتش ودي وبكره ماتش ودي بناس ثانيه خالص، هي دي الفكره. لكن انا بتكلم على الانسجام هيجي ازاي وانا اصلا ما لعبتش ماتشات وديه، هي دي الفكره. والمشاكل اللي عندي من 3 4 شهور حتى الناس اللي جت اللي احنا دعمنا بيها. طب عشان نبقى منظمين يا كابتن احمد، خلينا ناخد النقطه دي ونقفلها. انت شايف ان الفرقه محتاجه انسجام اكتر، محتاجه تجانس اكتر، والتدعيمات تبان في الشغل. يعني احنا جبنا حد في الطرفين اللي فوق احنا اشتغلنا عليهم. طيب عملنا ماتشات وديه عشان نشوف الناس دي؟ ما عملناش. هل انت تلعبهم دوري او افريقيا على اساس ايه؟ عشان التمرين والماتشات الوديه. هم مقيدين افريقيا؟ لا
ما هو ده بتكلم عليه الصفقات الجديده. ما هو ده اللي بتكلم عليه. ما هو ده اللي بتكلم عليه. انتوا عاملين نتكلم احنا. لا لا هي دول حساباتهم متاحه. دول حسابهم في الدوري اللي بقى. دول افريقيا. دول مش موجودين معانا. افريقيا مش موجودين معانا. هو انا بتكلم على السنه, على السيزون. السنه كلها. بتكلم على الموسم كله. ما ده اللي هو عامل ازاي. ايوه. ايه اللي مطلوب من مستر موسيماني عشان في ظل انه مفيش عندك يعني الوقت مش رفاهيه بالنسبه لك. الوقت بالنسبه لك دلوقتي خلاص انت دخلت الموسم ومضطر تكمل ب ب ب ب ب ب بدون توقفات او بدون يعني ما يبقى عندك مساحه انك انت تعمل الشغل اللي كابتن ماتشات وديه وتجرب هنا وتجرب هنا وتخلق حاله الانسجام. ايه المطلوب من وجهه نظرك كابتن احمد؟ اول حاجه طبعا اللعيبه لازم تفوق. الثقه كلام كتير مع اللعيبه. حاجه من وجهه نظري انا لازم وجود مدرب عام مع مستر موسيماني اذا كان هو حد يثق فيه من بلد الامريكي جايب او نجم من نجوم النادي الاهلي. عندنا ناس ما شاء الله يعني لو اتكلمنا هنلاقي ناس كتيره جدا تبقى موجود مع كابتن سامي قمصان. بصراحه الجهاز محتاج تدعيم شويه. يعني على فكره لما يكون مدير فني قدامه كذا حد او مساعد بيبقى في نقاش. دي بتتقل الجهاز الفني حتى لو في اعتراض. حتى لو مدير فني بيقول حاجه والنجاح نجاح اي جهاز فني بالاعتراض او ان اقول لك ان انت مدير فني لا انت خلي بالك عشان في مشكله. الحاجات دي بتولد جهاز فني قوي. فانا شايف ان لا احنا محتاجين حد في الجهاز الفني النادي الاهلي يكون قوي شويه. طبعا كابتن سامي حاجه الله اكبر. يعني مش عايز اتكلم على كابتن سامي قمصان نجم كبير وعامل ليس تحريرا من كابتن سامي لكن انت بتتكلم عن واحد كمان دعم بالظبط. هو كل ما احنا على فكره بره المدير الفني بيبقى ليه 7 اسيست. فده ما بيقللش. النهارده بنشوف ناس في اسيست للهجوم في اسيست للدفاع. فاحنا محتاجين. عندنا اخطاء دفاعيه غريبه جدا بيحصل بيخش فينا احنا اهداف غريبه جدا. بتسال حد يعني بعيدا عن يعني عن الفنيات يعني حد تقول له الاهلي ايه يقول لك عندنا مشكله في اللمسه الاخيره. يعني ممكن نكون بنوصل كتير وما بنخلص. عندنا مشكله في غياب التركيز بتستقبل فينا اهداف كتير جدا. بس عايز اقول لك فيها برضو اهداف لو بصيت فيها في حاجات فيها عدم التوفيق شويه. فيها بعض السرحان. فيها عدم التركيز. فيها مع الاجهاد اللي هو بيتكلم على الموسم اللي فات مع الاجهاد واللعيبه المجهده. الاجهاد ده بيوصل عندك عدم التركيز. بالذات انت لاحظت ان التعادلات كلها كانت بتبقى في الاخر لان بتبقى لعيبه مجهده وجايين من بطوله صعبه وجايين ماتشات متلاحقه. فاللعيب بيجي اخر المباراه وانت كسبان تركيزك بيقل غير لما بتكون مثلا زي ماتش الانتاج الحربي وانت متعادل وعايز تكسب. التركيز بيعلى. يا بص انا اللي انت بتقوله كابتن احمد منطقي جدا ومفهوم جدا. لكنه في النهايه بالنسبه للجمهور مش مقبول. ما هو النادي الاهلي لا يقبل الا الفوز. المعادله دي بين انك انت ما تبقاش بتقسو قوي على الجهاز الفني وعلى اللعيبه وبينك انت لازم تتكلم عن الجمهور. المعادله دي يعني محتاجه حد يقربها. عايز برضو يعني في اماكن معينه في الملعب لازم اجيب لها البديل. قفشه لازم يكون اللعيب اللي بيكون. حتى كنت معاك في برنامج قبل كده كنا بنتكلم على ناصر ماهر وقلنا كان لازم ناصر ماهر ياخد فرصه. مثلا ناصر خلاص دلوقتي في فيوتشر. لازم دلوقتي يبقى في بديل لقفشه. مين اللي يلعب في والله انا الناس كتير جدا كابتن احمد اتكلمت على حد مثلا زي محمد محمود. احمد عبد القادر يلعب. عبد القادر ناس كتير جدا. ممكن عمار يلعبها وانا منهم. شايف بيرسي تاو ممكن يلعبها. ممكن عمار يلعبها يعني. ممكن بيرسي تاو. ممكن الطريقه تختلف يبقى الاثنين فرودين. افكار كتير جدا. هي الفكره كلها نص الملعب ده فكره الثلاثه دي ليها كذا شكل. يعني بتلعب باثنين وواحد. بتلعب بثلاثه فلات. بتلعب بواحد واثنين. فانت لما قفشه ده مش موجود ممكن تيجي تحط بديل قفشه ما يقدرش يشتغل. وبمناسبه كلامك معلش انا اسف. احلى ماتشات الاهلي اللي لعبها كان بواحد باثنين. يعني في اوقات كتيره جدا لما النتيجه ما كانتش بتبقى في صالحنا ويجي مستر موسيماني يغامر في الربع الاخراني من المباراه ويلعب واحد واثنين احلى كوره كان بيلعبها الاهلي. دي في الاربعه. يعني لما تيجي تشتغل 4-3-3 دي لما بتشتغل بواحد واثنين بيبقى عندك حلول كتير جدا. بتخلق فرص كتير جدا. بس هي الفكره كلها ان انت عشان بس نبقى احنا صراحه بديل قفشه مش هيقدر يقوم باللي بيعمله قفشه. اكيد طبعا. فاحنا ممكن نعمل سيناريو تاني خالص ان هو تلعب كابتن احمد ليه بديل قفشه. مش هتبقى نفس يعني مش هيبقى يعني نفس مين مين اللي بعد قفشه في الاهلي اللي هيقدر يعمل 70-80% من اللي قفشه بيعمله. يعني بس بقى احنا صراحه ما احنا لازم برضو ده دي كوره. مش ما فيش حاجه بالعافيه. لا حاول هو مع ناصر او ما حاولش الله اعلم ايه اللي حصل. احنا بنفكر في اللي جاي بقى. لكن اللي جاي بقى لازم لو هتلعب بسته يبقى الاثنين اللي قدام
يقدروا يقوموا بالشغل اللي بيعمله 10 بلاش قفشه يعني برقم 10 عموما. هل انت ما عندكش الاثنين دول؟ لا عندك. يعني هل انت ما عندكش اثنين صناع يلعبوا قدام الراجل بتاع سته؟ لا عندك. انا شايف انه عندك اربعه ممكن يلعبوا عندك يقدروا يعملوها بس الفكره لازم يتحضروا يعني يتحضروا زي ما احنا قلنا بتدريبات وماتشات وديه وطبعا بعد كده ماتشات رسميه. لكن انا بتكلم على يعني من هنا الاربع خمس شهور قدام الشكل هيبقى عامل ازاي؟ هيفضل الشكل ده؟ الدنيا مش هتبقى كويسه. يعني الاداء انت دلوقتي بتلعب فرقه ضعيفه جدا، هتيجي بعد كده تطلع على دور تاني هتلاقي الموضوع بيبقى اصعب شويه، بتروح لفرقه اقوى، هتيجي في الدوري الناس كلها حافظينك والناس كلها عارفين بيقفلوا لك تحت ويطلعوا قدام ال 18 ويقفلوا، هتحلها ازاي؟ نفس القصه بتاعت السنه اللي فاتت. هتبقى عندك حلول ولا برده مش هيبقى في حلول؟ هي دي القصه. طيب احنا هنا بنتكلم على مش بس ثقافه فوز، يعني انا كنت بقول انه انا يعني انا ما بقى مكان جمهور وقاعد بتفرج وبتابع النادي الاهلي مستني الفوز، ده شيء طبيعي ومنطقي جدا، لكن مستني حاجه مهمه جدا مع الفوز بالمباراه، المتعه. انا عايز كره الاهلي تمتعني، وده حتى في الماتشات ال مش عارف مستر موسيماني يمكن في الماتشات الكبيره قوي بيبقى عنده القدره انه يلعب حاضر كويس جدا فيها، بيبقى حاضر فيها كويس جدا. بنقع ما اعرفش ليه في الماتشات اللي بيبقى فيها الخصم مش اللعيبه، ده مش جهاز، ده لعيبه. لا ده تركيز اللعيبه. اللعيبه هم اللعيبه الكبار كده يعني بيخشوا، بحسوا لعيبه ماتشات الاهلي، ماتشات الزمالك، ماتشات ترجي، ماتشات صن داونز، ماتشات كاس عالم انديه، تركيز يعني تركيز اللعيبه واصل، تركيز اللعيبه واصل 100%. احنا برده بنتكلم امبارح لو بس ده جهاز فني برده اكيد لا جهاز فني يعني برده هيشتغل في كام في الميه، لكن اللعيبه هو اللي هينفس في الملعب. حاجه ثانيه امبارح لو بصيت معايا على الفرقه والاحتياطي، النادي الاهلي امبارح ما كانش فيه مهاجم احتياطي اللي كان محطوط في السكور وليد سليمان. محمد محمود بعيد جدا عن المباراه، وكان صعب جدا الاشتراك في مباراه زي دي، صعب جدا واحد يكون راجع من اصابه تيجي تلعب مباراه خارج ملعبه في ماتش افريقيا. فكان عنده الحلول امبارح قليله جدا. طبعا انا مش بندي العذر، بس احنا برضو احنا عشان بنشتغل في الكوره لما نيجي بنبص للمباراه بنبص غير المشجع اللي هو عايز يشوف شكل الاداء وشكل النادي الاهلي. احنا بنبص بتتكلم شغل. انا لما جيت بصيت في ما عندوش حلول، فعارف ان هو هيجيب لما يجي يفكر طاهر محمد طاهر وقفشه برده بدايه موسم، اللعيب من دول مش هيشتغل اكتر من 60 65 70 دقيقه بكتير قوي، فلازم يتغيروا، فلازم يفكر طيب مين اللي فيهم اللي هيشتغل. معلول لسه جاي لعيب دولي ماتشات المنتخب دي مدياله لياقه بدنيه اعلى، فهيبدا ممكن يشتغل في الحته دي، فخلى مع اكرم برده ان اكرم برده جاي مع المنتخب فعنده لياقه بدنيه اعلى شويه منهم، فحطوا احتياطي نص الملعب وباك رايت لو حصل اي مشكله. فالحاجات دي كلها بتوصلك للاداء الفرقه امبارح وايه العوامل اللي وصلت المباراه بالشكل ده، اذا كان الفرقه وغياب بعض النجوم والاجهاد، ومش الاجهاد بدايه موسم والفرقه معاك مش جاهزه وغيابات كتيره جدا، فانت ايه على قد القماش عايز تعدي الماتش ده. اللعيبه نفسها وصل لها الاحساس ده ان هو عايزين نعدي، وبعد ما جبت جون هو ده اللي وصلهم، عايزين نعدي بس المباراه دي احنا كسبانين اهو ونخلص المشكله، وبعدين نخش بقى على ايه الفرقه ترجع والناس الجداد يخشوا وتدعيمات خش على الدوري والموضوع يختلف. اسبوع الفارق بين الماتشين، اسبوع فرق بين مباراه النيجر ومباراه العوده هنا في مصر السبت ان شاء الله. تتوقع او شايف انه في الامكان يكون في فرق في نقله، ولا ما نستناش وما نرفعش سقف الطموحات قوي عشان ما ننزلش؟ لا ان شاء الله يعني انا مش بتكلم عن النتيجه تاني برضه، يعني ان شاء الله باذن الله قادرين تماما في أسوأ حالاتنا ان احنا نحسم التأهل ان شاء الله ما عنديش جمهور الاهلي مش شاكك في ده، لكن جمهور الاهلي مستني المباراه اللي جايه كره تانية. طيب هو بس سؤال، احنا لعبنا، هل احنا الماتش اللي فات بدانا كره من تحت؟ ما بداناش. طيب لما كنا بنلعب طويل احنا يعني احنا كناس مدربين ماسكين فرق طيب في درجات مختلفه يعني، فانت بتيجي بتعمل سيناريو للماتش بتاعك اللي جاي دوت، وانت ليك سيستم عموما انت بتمشي على السيستم بتاعك بتحفظ اللعيبه بتاعتك. في ماتش من الماتشات في ناس بتيجي تضغط عليك ضغط عالي ولعيبه كويسه جدا وانت مش هتقدر تبدا من تحت، تمام، فبتغير السيناريو بتاعك بس بشكل تاني ان انت تلعب على طويل. طيب بس انا لما هلعب على طويل المفروض العب على طويل عشان يبقى ليا ناتج، ولا هلعب على طويل وخلاص؟ انا امبارح كل الكور الطويله ما عدا اللي اتعملت من ياسر لشريف راح انفراد، طبعا ناس طيبه جدا بتاعت الفرقه الثانيه، لكن كل الكور الثانيه اللي اتعبت شريف لوحده
بينه وبين الاثنين اللي تحتيه او الثلاثه او الاربعه اللي تحتيه مساحه كبيره، مساحات كبيره جدا جدا. شريف يستلم ويلعب او يزحلق الكره بدماغه. طبيعي لما انا يعني كشغل مدربين ان انا لو هلعب على الطويله دي وانا لازم اخد الثانيه، هاخد الثانيه بقى من فوق شريف ولا من تحت شريف، لازم او الجناحين يضموا اذا كان طاهر محمد طاهر او كهربا يكملوا على الجون. كان في مسافه بعيده جدا من الجزء الامامي. هو المسافه البعيده دي بتهالي بقت كلكعه كده في الفتره الاخيره، يعني لما بتتفرج على الفرقه اللي بتقدم كره ممتعه على مستوى العالم، وده اللي احنا مستنيينه دايما من النادي الاهلي، بحس انه الفرقه المسافات بينهم او المساحات اللي بينهم ضيقه جدا، خطوط الفريق الثلاثه قريبه جدا لبعض، القدره على انك انت تستحوذ وتمنع الخصم من الاستحواذ مرتبطه دايما بانك تضيق المساحات. مع الاهلي المساحات شاسعه، وفي مواقف كثيره جدا بتلاقي قدرة اللعيب على التصرف في الكورة ما عندوش حلول، يعني بداية من انك انت تلاقي اللاعب نفسه يلاقي حل انه يبقى قدامه زميل واثنين وثلاثة عشان يختار الافضل منهم انه يبصير، ده مش موجود اساسا، وبالتالي اللاعب بيحاول يتخلص من الكورة ويبقى قدرتك على الاستحواذ او خلق الخطورة صناعة الخطورة تقريبا شبه معدومة. بص يا استاذ احمد، الشغلانة عندنا شغلانة فيها زي ما قلت لحضرتك فيها عناصر كتير. انا كمدير فني بشتغل على حاجة زي الاستحواذ، انا هبدأ ازاي؟ وبعدين الاستحواذ ده بقسمه الثلث الاولاني والثلث الثاني والثلث الثالث. يعني الثلث الاولاني هبدا ازاي واطلع ازاي، وبعدين الوسط هيوصلوا الكوره للناس اللي الثلاثه اللي فوق ازاي، ولما توصل للثلاثه اللي فوق هنحلها ازاي. زي ما بقول لحضرتك كده في سيناريوهات ثانيه، انا مش هبدا من تحت، ده شغل مدرب. أيوه. هلعب الطويل هاخد الثانيه بقى من تحت، لازم يبقى مفهومه. وانا بعمل الطويله دي الراجل قايل لي محفظني وهي بتتلعب لازم اروح اقرب لشريف عشان أيوة. اخدها. على الرغم من انه برضو واحده من مقدمات موسيماني كابتن احمد كانت كره سان داونز، يعني فرقه سان داونز اتعرفت على مستوى القاره الافريقيه تحت قياده موسيماني ونفست على القاب افريقيه تحت قياده موسيماني ولعبت احلى كره في افريقيا، وما زالت يمكن لغايه النهارده بتقدم كره حلوه جدا في افريقيا من فتره موسيماني. فالناس برضو كانت متوقعه مع موسيماني انه فهمنا السنين اللي فاتت او الموسمين الاخيرين مهم نحقق اللقب، الضغط الماتشات، لكن امتى النقله دي؟ او شايف انت ازاي مستر موسيماني يقدر يعمل البصمه اللي عملها مع سان داونز مع النادي الاهلي؟ انا عندي تعليق في النقطه دي بالذات، ده مستر موسيماني بالذات طريق لعبه او اي مدير فني، انا بتكلم سيبك مستر موسيماني دلوقتي، اي مدير فني بيجي يشتغل بيدي سيناريوهين في المباراه، السيناريو اللي هو متعود عليه اللي هو مستر موسيماني بيتعود عليه، اللعب القصير والوصول زي سان داونز والنادي الاهلي في بعض المباريات، والاختراق من الداخل مع قفشه وتحركات محمد شريف حسين الشحات من جوه وطاهر محمد طاهر من جوه، الشغل اللي من الداخل. الفرق اللي بتضايقك الفرق اللي تحت في الدوري اللي جايه تاخد منك بونت، تلعب عليك زون ديفنس بتعملك مشكله قويه جدا، لكن الفرقه اللي بتهاجمك، يعني لو انت بتلعب مثلا الترجي، بتلعب نادي الزمالك، بتلعب اي فرقه تقدر تكسبها عشان بتهاجمك، لكن اي فرقه بتلعبك زون ديفنس بتعملك مشكله وبتضيع منك بنقط. ما انا اي فرقه هسجل فيها هتضطر تهاجمني برضو يا كابتن احمد. ده كويس بس يعني. ما انت بتبتدي المباراه وبعدين هتهاجمني ومش مفترض ان انا اسيب لها مساحه انها تسجل فيا. لا دلوقتي انت مثلا نفتكر مباراه الجيش في الدوري ومباراه الجيش في السوبر، وصلوا المباراه لايه؟ للتعادل. وهتلاقي مباريات كتيره بالشكل ده. الشكل ده بقى لما اي فرقه بتلعبك كده، انا كمدير فني لازم اكون محضر مش في المباراه بس، لا محضر في التدريب، اسلوب تاني، اللعب من الجناب. احنا عندنا مشكله قويه جدا، مش بتكلم في النادي الاهلي بس، بتكلم في مصر. احنا عندنا مشكله التصويب، ما عندناش حد بيصوب في مصر. مفيش لعيب في نص ملعب في مصر دلوقتي قول لي بيمسك الكوره بتجي له الكوره بيفكر انه يشوط، او مش بيشوط، لا ممكن يشوط تلاقي كوره خارج شوطه خطره. مين اللي في الدوري المصري دلوقتي كنادي الاهلي، نادي الزمالك، منتخب مصر بتتشاط كام كوره على الجون؟ احسب كام هدف جسه نادي في الدوري من تصويبات. مفيش عندنا افه الكره المصريه الموضوع ده. فبتكلم بقى دلوقتي احنا ما عندناش النقطه دي، لازم لعيبه نص الملعب تفكر في الحاجات دي، لازم يتمرنوا عليها. اذا كان حمدي قفشه عنده النقطه دي، قفشه لما بيجي اي فرصه بيشوط على طول. عندك السوليه، ديانج، حمدي فتح ما عندهمش دي خالص
نادي الزمالك لا لا خالص. السوليه عنده شويه السوليه ده السوليه جايب شويه اجوان من تصويب من بره ما اقدرش اقول لك انه يعني تريد مارك لكن لما بيعملها بيعمل احنا عايزين نزود لان الطرق الدفاعيه دلوقتي اللي بتقابلك في الدوري انت بتاخد بطوله افريقيا ليه عشان كل الفرق اللي بتلعبها لازم تعمل نتيجه ايجابيه عشان تكسب لكن الدوري اللي بيضيع منك بونت بالزون الديفنس فلازم تفكر في طريقه جديده لازم تفكر في موضوع الاجنحه دلوقتي انت اللعيبه كل الاجنحه اذا كان حسين الشحات طاهر محمد طاهر بنعمل كام كروس كام اوفر عندك مين اللي بيكمل مين المميز في الكوره الراسيه عندك محمد شريف بدا شويه ساعات السوليه لما بيكمل في الكور الثابته احنا عندنا مشكله برضو في الكور العرضيه واللاعب المميز في الليدرز فاحنا عندنا طريق لعبنا اللي هو الاختراق لازم نعمل طرق بديله للفرق اللي بتعبنا بالشكل المختلف تسديد من خارج المنطقه واللاعب العرضي والكور كروس لازم لازم اشوف لعيبه تكون مميزه في الحاجات دي طيب ده شغل على المدى الطويل على المدى القصير عندنا ماتش مهم يوم الـ انا قلت يعني ماتش الجماهير مش بس منتظره تاهل اهلي منتظره كمان اداء مختلف عن المباراه اللي شفناها في مباراه الذهاب تشتغل عليها ازاي وتشوف هل تستدعي تغيير في الطريقة تغيير في التشكيل تشوفها ازاي كابتن احمد هي الفكرة تكملة الكابتن احمد اللي قاله الفرقة هتيجي تقف قدام 18 يعني شكلها صريح هتيجي تقف قدام 18 نفس القصة بتاعت الاربع خمس ماتشات بتاعت الدوري السنة اللي فاتت لازم الشغل العرضي كله نشتغل عليه يعني بمعنى ان احنا واحنا معنا الكورة لازم يبقى واحد على الخط ده وواحد على الخط ده طول ما انت بتوسع العرض بتاع الكوره وبتزود المساحه بتاعه الناس تفتح طول ما انت هتلاقي في حلول كتير جدا تقدر تشتغل عليها لكن طول ما انت الوينجين بتوعك قافلين لجوه وبرده عايزين يخترقوا من جوه وزي ما الكابتن بيقول ما كام تصويبه يعني لما تيجي تبص عليهم هم الوينجين او لو اتكلمت على خط النص كله كام شوطه اتشاطت مش هتلاقي في الماتش اربع خمس شوط لو شوط لكن لو احنا وصلنا ان احنا كل يعني الطرفين بسوعنا بالذات الطرفين اللي فوق واقفين على الخطوط هيعملوا لنا حلول كتير جدا تقدر تعمل جون واثنين وثلاثة منه فهي دي القصة وهو ده برضو المشكلة اللي ممكن تحصل لك السنه دي ان الناس كلها تفضل قافلة تحت وترص لك الناس بتوعك العشرة بتوعهم موجودين لازم حلول هجومية لازم اغير تنوع في الحلول الهجومية الناس منتظرة الحلول الهجومية مع دخول الاوراق الجديدة اكيد لكن طول ما انت بتلعب بالاوراق المحدوده اللي قدامك ومطلوب منك اداء ومطلوب منك نتيجه دي علامه استفهام التشكيل الطريقه تتوقع ان هيبقى فيها تغيير ولا تراهن على نفس الطريقه واللعيبه اللي لعبت ماتش المباراه الذهاب ما اظنش هيلحق يغير في حد ممكن يبقى فيه تغيير بيحصل في الماتش لكن البدايه اظن هم في محاولات انه قفشه يعني يكون موجود في مباراه صعب برضه الراجل صعب طبعا الراجل يبقى صعب شويه عليك ممكن ياخد بس ياخد وقت اقل شويه يعني ياخد تايم تلت 25 دقيقه لكن ما اظنش ان هو هيبدا بيه يعني هي الفكره كلها ان الفرقه ضعيفه عشان بس لكن لو ما احترمتهاش ممكن على فكره ما تصعدش يعني ويحصل مفاجات حصلت يعني قبل كده حصلت كتير يعني مش معانا بس مع الدنيا كلها اكبر نوادي في العالم يعني الكوره مالهاش كبير صحيح فلازم تحترم الفرقه عشان برضو ده ماتش مهم هيوديك لدور تاني خالص لكن هي الفكره زي ما احنا بنتكلم اللي قدام يعني شكلنا قدام هيبقى عامل ازاي تراهن على ايه في الماتش اللي جاي كابتن لا لا اللاعب بص لعيبه النادي الاهلي لما بيتحطوا تحت ضغط وعارفين ان الجمهور مستني منهم حاجه لا التركيز بيبقى اعلى والطموح لعيبه النادي الاهلي الطموح خلاص افريقيا بالنسبه لهم النهائي فهما لا طبعا عارفين ان المسؤوليه طبعا في المباراه دي انا شايفها مباراه ان شاء الله محسومه وسهله باذن الله لان اللعيبه هتنزل والتركيز هيبقى اعلى شويه وجدعانه شويه انا اتكلم في نقطه الروح شويه انا مستغرب شويه من الموسم اللي فات مش هي دي الروح بتاعت النادي الاهلي مش هي دي الروح هل هو التعب اللي بيوصلنا لكده في اوقات معينه الروح دي بحط نفسي في اوقات مكان اللعيبه بحس بجد ان انا مستنزف يعني صح يعني مش قادر لكن انا مثلا هقول لك بشكل تاني هي الروح دي قوه لما مثلا انا داخل خناقه لو انا تعبان ومش اخش مش قادر هتضرب لكن في الكور المشتركه فعلا لعيبه النادي الاهلي تحس ان كلها مش بتاعه النادي الاهلي دي كنا احنا مميزين فيها قوي
مميزين قوي في الكور المشتركه، مميزين قوي في الكره الثانيه كمان. لما بكره اذا كان هجوميا او دفاعيا بترد تلاقي ان لعيبه نص الملعب بتاعنا قريب من الكوره، بيستحوذوا على الكوره. الفتره دي روح اللعيبه حاسس ان هي مش هي دي بتاعه النادي الاهلي، محتاجه دي من ايه بقى؟ دي بتيجي ازاي؟ الكلام الكتير مع الفرقه، كباتن الفرقه اذا كان الشناوي وليد سليمان، اللعيبه الكبار دي هم اللي بيجمعوا اللعيبه ولازم يفوقوا اللعيبه، واحنا كابتن سعد عبد الحفيظ، سامي قمصان، مجلس اداره النادي الاهلي، كل الحاجات دي هي اللي بتوصل اللعيبه وروحها، ان هي الروح تبقى شكلها مختلف شويه. اللي انت بتتكلم ده فيه تحديدا كابتن احمد هو معضله الموسم ده، لان الموسم ده اصعب. يعني احنا طبعا الموسمين اللي فاتوا والموسم الاخير بالذات كمان كان صعب جدا واستثنائي وما شفناش زيه في التاريخ، لكن في توقعات كمان ان الموسم الجاي يكون اصعب من الموسم اللي فات. اكيد هتتعامل ازاي؟ يعني هيبقى نفس المشاكل واجهاد وبطوله جايه بطوله افريقيا و10 بطولات ومنتخبات ولاعيبه المنتخبات بالذات اللي هتقاسي وهتبقى عندها ماتشات كتيره جدا، كل المشاكل دي هتقابلها برضو. بس بقى محتاجه ايه؟ الجدعانه بقى هنا، لازم الجدعانه والرجوله. وعلى فكره لما بتكون كمان كسبان بطوله غير لما تكون خسران بطوله. كسبان بطوله بتبقى غصب عنك مريح شويه، لكن انت خسران بطولتين دوري وسوبر والجمهور زعلان منك وانت عارف ان الجمهور زعلان منك، لا اللعيبه بشكل مختلف. رايك ايه في ردود افعال الجمهور كابتن احمد رضوان؟ ما هو احنا جمهور فاحنا زعلانين عشان القصه برضو احنا عارف الرصيد قرب يخلص. يعني هو احنا ما بيخلص ابدا يا كابتن احمد. لا بتاع المجموعه دي نشد بتاع المجموعه دي لا بتاع النادي طبعا ده مش هيخلص. انا بتكلم على الفتره بتاعت يعني فايلر وبعد موسيماني شويه، ان احنا اتنين افريقيا ودوري وكاس. ف ده جيل ده لو حط اسمه في افريقيا السنه الجايه طبعا ال 11 هيبقى من حط طبعًا. يعني من اعظم طبعًا. الاجيال يعني ده هو جيل محترم جدا ولاعيبه هايله واحنا مش عايزين نقصوا عليها. بس احنا برضو تكمله للكلام احنا عندنا بطوله زي بطوله الكاس وده ممكن يتقال من اول الدوري على فكره. انا مش عارف الكاس ده لسه كنت بتكلم مع الزملاء هيتلعب امتى. عموما الناس بره بقول لهم الكاس ده هيكمل ولا؟ قالوا لي لازم هيكمل. قلت لهم يكمل امتى؟ مفيش وقت. لا ما اظنش هيكمل. ما اعتقدش برضو انه هيكمل. هي الفكره بره الناس مش مضغوطه زينا، مضغوطه بس بيعملوا ايه؟ وبيقربوا رقم اثنين ده ازاي؟ ببطوله زي الكاس. يعني بتوع ليفربول ده لما تيجي تبص على ماتشات الكاس هتلاقي فرقه ثانيه بتلعب خالص. اولا بتدي ثقه وبتدي وبتقرب الرقم اثنين دوت ان هو قريب من رقم واحد وبتشوفه عشان لو انت عايز تحطه بعد كده في الفرقه الاساسيه. وفي نفس الوقت انت بتريح اللعيبه بتاعتك بس كابتن احمد في مصر هنا العقليه مختلفه. لو اتكلمت يا كابتن من اول من الموسم أكيد. يعني انت كمدير فني لو قلت انا هلعب على الدوري وهلعب على تهيئ جمهورك تهيئ جمهورك الموضوع يبقى لكن جمهور النادي الاهلي لا يقبل الا اي بطوله يخشها لازم يكسب. بس انا يعني الجمهور بتاع الاهلي بيفهم يعني الناس لما بتيجي انت بتتكلم معاهم يعني انت حضرتك قلت حتى في الاول خالص الناس ما زعلوش على موضوع الدوري. ليه؟ عشان حاسين الظروف يعني. عارفين الظروف اللي حصلت احنا ما زعلناش. ليه؟ لان انت عندك برضو خدت بطوله افريقيا وخدت وشفت بعد كده ان كان عندك مشكله كبيره جدا في تلعب كل 48 او كل 3 ايام تلعب ماتش. فطبعا اللعيبه استنزفت. فده حل من الحلول ان انت ممكن بطوله زي الكاس دي مش لازم تلعب بالفول تيم بتاعك. يعني العب بالناس انت عندك برضو مجموعه تانية ما بتلعبش العب بيها قربها. ايوه يعني ناصر السنه اللي فاتت لو كان بيلعب بطوله زي الكاس دي زي ما كان زمان احنا كنا ايام جوزيه كان بيعمل ايه في الكاس؟ كان بيدي الدور الاولاني بالذات كان بيدي الامير عبد الحميد الكاس كله. ده في اوروبا كلها كده الحارس الثاني ده بياخد طب انا بتكلم بقى على مكان هتلاقي فيه هدوء شويه في مع اللعيب الاساسي ده برضو بيريح شويه وفي نفس الوقت الراجل التاني انت بتجهزه بياخد فرصه نختم بكلمه لعيبه الاهلي قبل مباراه السبت اللي جاي. يقعدوا مع بعض شويه، يعلوا التركيز شويه، يحاولوا يصالحوا جمهورهم بالاداء مش بالنتيجه بس. النادي الاهلي محتاج يتفرج على جمهور النادي الاهلي محتاج يتفرج على كره ممتعه. طبعا يدوا الثقه برضو في مستر موسيماني وبرضو الراجل عمل معاهم نجاحات. فدي بتبقى الجهاز الفني واللعيبه بتبقى اسره. لما حد فيهم بيحس ان هو مهزوز شويه بيتزودوا الثقه فاللعيبه محتاجه الوقت ده يدوا الثقه لمستر موسيماني. كابتن رضوان احنا طبعا بنثق فيكم جدا انتوا اللي بتفرحونا. احنا زعلانين عشان احنا عارفين ان انتوا تقدروا تعملوا اداء احسن من كده بكتير. فاحنا زعلانين عشان كده مش عشان
انتوا لو اقل من كده او احنا شايفين ان انتوا مش ما تقدروش يعني تبقوا عندكم اداء وعندكم نتيجه ما كناش طلبنا منكم، لكن احنا عارفين ان انتوا وعملتوا الكلام دوت مع فرق كبيره وكسبتوا ترجي وزمالك وفرق كبيره جدا في افريقيا، فاحنا بنثق فيكم، احنا عايزين بس الاداء يرجع تاني عشان نطمئن على السيزون ان شاء الله. صحيح، ما فيش شك في الامكانيات وما فيش شك في القدرات، لكن منتظرين المباراه اللي جايه مش بس اداء كويس ونتيجه كويسه، لكن بيتهيالي كمان الجمهور مستني يطمن على فرقته في موسم جديد جدا وصعب جدا، منتظرين فيه انجازات ان شاء الله باذن الله تليق بالامكانيات اللعيبه الموجوده وتليق طبعا قبل اي شيء باسم النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا، شرفتونا ونورتونا، كان نفسي اتكلم معاكم شويه عن منتخب مصر بس ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يكون لنا فرصه ثانيه ولقاءات ثانيه. ومبروك ان احنا عدينا من عنق الزجاجه مع ليبيا طبعا، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون احسن ان شاء الله. بشكر حضراتكم على المتابعه، نتقابل ان شاء الله في السادسه في حلقه جديده على كل خير، تحياتي لحضراتكم.